Franco. لما قال لي في القرن 21 يا رب ماني خليكم موضعين. عرفتي شحال الدويله تجي تلفوها فيكم هذا الكلام اللي كيتوصل لكم موضعين. ولكن انا عطيتكم فرصه ثانيه من بعد ان شاء الله. انا بصراحه ما عرفتش شنو نقول بعد ما قال لي الاخوان. انا على سيرة كيعجبني السول. كيعجبني السافس. حسيت انا كنت بخوف السيفس. ولكن كنحاول انه يكون ايجابي. وبصراحه بصراحه ملي اتصلوا بيا الاخوان جاي البارح تكرم كنت كنخاف من الطياره ما نجمش نجي في الطوموبيل. شكرا جبتوا لي الوجه حنا نشوفوا هاي اليوم بعد ما شفت 10 شهور. دونك كنسول مع راسي شنو غنقول للاخوان الشباب والشابات والطلبه والطالبات حتى اللي خدام شنو غنقدر شنو غنقدر نعمل. ممكن الأغلبية وبزاف منهم كيعرفوا الدار المالي صحفي مع شحال دابا من سنة من 2001 وأنا صحفي مهني من شحال 21 سنة زيد ربع سنين ديال القراية اللي يمكن لها شغلها يعني 25 سنة ربع قرن قبل 25 عام كنت في ذاك المهنة في الفواز ما كنتش كنعرف راسي فين جاي واش كندير واش باغي دغيا صغير تسالف واحد العائلة بحال كافة الشباب والأطفال ديال ذاك الوقت الله يجزاهم بخير الوالدين والوالدة الله يرحمها بالنعم السابر والوالدة طول في عمره كافحوا وعلاش كافحوا سي عمر غادي يعرفها وبزاف الإخوان غادي يفهموها لأنه كان بداية واحد وقت انفستيسمون ولكن ديما ماشي كانوا غادي يصرفوا علينا هو صرفوا علينا قليل ديما ما كانش مش حاجة يصرفوا عليك بزاف تبارك الله ولكن تخسروها شوية من بعد لا يسمح لي ولكن حتى كنا نشروع على العائلة كيكون واحد كيقرا ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة كيقراو بالنسبة للوالد والوالدة والأسرة كلها تخو تسهر أنت مشروع أنت اللي غادي تنقل العائلة وأنت اللي غادي طبعا أنا من حسن حظي كنت صغير في الدراري ديال الأسرة فبالتالي ما كانش عندي واحد نحب ثقيل ولكن بالنسبة لخوتي الكبار كان عندهم كان عليهم هذا الحال. ايوا تافو هذا كنت عارف لوري ومال مش شحال دابا لكن عقل على الجامعة راه كان بغيتي ما كانت حاجة كان شوية ديال العلوم وشوية ديال هذه وشوية ديال القانون ما تلقى واش تلقى ما كانش تلقى ما كانش الميديسين ما كانش المساجين ما كانش وبالمناسبة كنظن شي قصة زوينة بزاف ديال الميناء المساجين. السيدة اللي دارت الشيء الله يجازيها بالخير في هذا النهار هذا كيعجبني الأعمال ديال الخير. كنا واحد الناس كان عندي الحظ نقول الحظ لان ما كانش عندنا كوريج في الفوز خصني نمشي لانترنا ولا نمشي للخيريه بجوج هاد الامكانيات ما كانش ما كانش عندي اون بورس وبا ما يقدرش يخلص عليها دونك مشيت لكازا الاخ ديالي كان في تما الانتقال انا بالنسبه لي مازال اشوكا واحد في الشب اللي هو يدير ما كيشوف به مات شوية لقيت راسي في الدار البيضاء وما بال دار البيضاء آنذاك في 88 89 مين غنبدا مين غنسالي لو شوك ديال الانتقال من الجبل لكازا مازال عايش معايا واحد الساعة ما قدرتش أضرب ما قدرتش نعيش في المدينة وهادشي كان صعيب ولكن لو دابا عايش ظروف مختلفة راه في ذاك الآن كان التليفون ولا والو كنا ما كنعيشو مع شكرا سعيد بريد كتصيفط البراش حافي كنحطو غوز ديال باش نتقرا البراش يقدر يجي من شي خرافات من شي هو التاريخ اللي ما قراو ما جلس الامين هو هذا دونك ما صار كثير مشى 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 الاساسي اللي باش ما نكذبش عليك هو كيعجبني تكلم بيدو اللغه الخشب ولهيف في الداخل كيقول لك انت قاسح انت نيشان نيشان هي بيدو اللغه الخشب ما عمر كنت كنحلم نكون شي حاجه ما عمر حلمت واحد المهنة معينة ما عمرني حلمت نقرا ما عمرني كنت نقرا رواع وما عمرني كنت سكري وما عمرني هادشي كله مجتهد بزاف هادشي كله ما فيهاش بعد ساعة والله العظيم هذا ما تتبعوا معايا وما تخلعوش أنا إنسان كنعيش في الفوضى بزاف أجوندا ما عنديش أجوندا أنا كنخدم ما عنديش أجوندا والله ما عندي أجوندا
الارقام ديال التليفون اللي مسجل في التليفون مسجل اللي ما مسجلش لافي باش قاد الرونديفو ديالي او هادي ما كنعرفش ندير هادشي كنعرف نعيش في الفوضى وكيعجبني كنستمتع نعيش في الفوضى ما كنتش قراي بالعكس ملي درت المعهد في الرباط بديت غتلاقي الصوفه جيني نمشي بزاف قرا 4 سنين بزاف ديال الوقت فبالتالي كنشكون بحوايج اخرين نبدا نقرا وخرجت بقى لي 4 باش كيتسالوا فين حيت الساعه هذا الشيء معاه باش كيتسالوا فين ديماتيير ولكن جلس اللي خرج سيد القرايه في 2001 علاش غنعاود نرجع للمعهد ندوز 4 باج وديك ستريس وبسيكيكمون تعقدت من شي حاجه سميتها القرايه لان بالنسبه لي القرايه بزاف ماشي ديما كتكون مفيده خصوصا بعد المجالات القرايه الاساسيه كتكون انا كنعتبر راسي تعلمت حرفه قريت النظريه ديال واحد الحرفه كان كيقولها العربي السالم الله يرحمه كيقول فاش كتاخذ ديبلوم ديال الصحافه بحال خديتي البيرمي ولكن ملي كتاخذ البيرمي ماشي نهار الاول كتبقى كتسالى بالقوس والقايس والشرع عارف شو يعني كيديروا كتبقى كتقول زوال قلت لا خصني نمشي بلا ما عنديش الوقت وبالك كيفاش نعاود نعيش في الرباط والازمه و و و قريبا عندنا شي مسار مشترك مع السي عمر عبد الله كنلتقي في بزاف ديال القهوه غنبدا نخدم نقلب نخدم كان عندي تجربه في الحياه المغربيه كستاجير من بعد الصباح فريلانس من بعد سي اول كونترا في جويي 2002 في الصباح وغنشد نص مليون في الشهر اليومي نص مليون في 2002 في مليون غادي انا بلي تسع بين الافاق الثلاث وهي الايشن ديال فلوس عشر ميمكنش ولكن واخا تنشعش كيقول لا انا ندير شي حاجه لشي ماشي كي ما قاريش بزاف فوضاوي في الخدمه ديالي اشوف فيهم ديالي هادو شويه ديال الحوارات الداخليه مع راسي بعض اللحظات وكنصح كل واحد يديرها اذا تحتي شنو الحاجه اللي كتعجبو وشو الحاجة اللي كيعرف يديرها ديتكتيها أو طلب من الناس ديتكتيو فيك الحاجة اللي كتقنها الحمد لله أنا لقيت راسي في الصحافة كندير واحد الحاجة اللي كتعجبني صحيح كنخلص فيها ولكن في نفس الوقت كنستمتع كنلقى واحد البليزير غزال باش تلقى سميتك في الجورنال في لاون فاش غدا كنسمع صوتك غدا فاش كنكون في التلفازة غدا شنو في البدايات عندك الساعة الشاب 25 26 27 سنة إلى حوالي 30 سنة ولكن في نفس الوقت كنت نازلي روفيكس عشاق ملاد كان دار دغيا كان دور في نادي دغيا ما كانش دبلوماسي دابا تعلمت شويه هادشي ديال الغرابه الغرابه بغيت كنعرفنا دار ما حنا لا حرشين حرش في المنطقه ديالنا ديك الحروشيه نفعتني في انني قادر في الخدمه لان كيما قلت لكم كندير حاجه كتعجبني وكنستمتع فيها حريف بحال شي نجار بحال الباص بحال كندير شي حاجه كنشوفها ديك سميتي كتطرز دازو سنين ولقيت رضوان زاوي شويه في السوق في المارشي ديال الصحراء الله يعين مزيان كنتلاقى الناس كيقول لك هذاك المقال اللي يجلس في القهوه كيقول لي كيقرا واحد الحاجه اللي كتبها انا كندوز كيقول لي واش انت هو اللي درت التصويرات في البلاصه مزيان بون بونجور دار ديت في الصباح من بعد ديميسيون بعد 4 سنين وغير 5 سنين غنمشي للتجربه ديال النيشان ما تبغيش تعطيو عليها كلكم دوزت فيها عام ونص ديما داك الزناز ديال روفيكس اللي كيدار صغيره ما كيعجبوش الحال من بعد مشيت الماروك سوار كان واحد الجريده سميتها الصلاحيه بديت جورناليست ناقص في الصالير على اللي خليته في نيشان شويه رجعت تقريبا بدون صالير اللي نورجر كان طوغون شاف شويه ما عجبنيش الشيء في الصالير ماشي ما عجبنيش انا ما عجبتوش وقلت غنمشي حالي عاوتاني وخديت احسن كونجي في التاريخ كنت خلص راسي براسي في 4 شهور في 2009 جيت مع رمضان بخير صبرت الدار ديالي وقديت وفي راس الشهر كنمشي لفاسي لراسي لفيرا غير يسالوني الفلوس ديما كنشري بزاف اش غندير
هذه التجربة ديال المغرب صدفة ذاك الساعة أو لا تزامنا مع وضعها قلت مبادرة تصل السلام عليكم أنا في الفلاني هي كنعرفك بغيت نقدم غادي تبدا التجربة واللي كنت تما بدا بغيت نضمن لي واحد آخر اللي أنا شخصيا ما كنتش كنعرفو ولكن شنو القواعد الأساسية اللي انتبهت ليها من بعد ماشي في ذاك الوقت حاولت نقص شوية من ديك الخوف ونتائج وليت كنقدر نكون دبلوماسي شوية بعض المرات في الكلام في الكومينيكاسيون ماشي في المبادئ ماشي في الأفكار وفي نفس الوقت خرجت من راسي واحد الفكرة اللي اكتشفت بأنه تابعة لي من الصغر ما عمرها بغيت نكون بحال شي حد آخر نكون زوين أنا نكون خايب وبانضي أنا تفتى بانضيت ما نكونش بحال البانضي الآخر وصدقات مع الوقت بداو كينبهوني ناس ولا الناس اللي خدمت معاهم ردوا البال فيا شي حوايج اللي انا ما كنتش رد ليهم البال شنو كنعرف ندير شنو ما كنعرفش ندير وانا ناخذ طريق سهله الحاجه اللي ما كنعرفهاش كتعجبني وكنبغيها وكنستمتع فيها كنديرهاش حيت تقدر تنجح حاجه ما كتعجبش وتجتهد واخا ما كتكونش كتعرف ديرها وغتولي كديرها بالمعدل ديالها الضمايان وكتخلص فيها ولكن غتعدد وغترجع لقاء فاشيا تخسخ ومريض ولا ما كنبغيش نرجع لقاء متخسخ ومريض نرجع ناشط وبيض لهذا كنت غادي نمشي ندير الحاجه اللي كتعجبني انا كنلقى فيها المتعه انا وكنتخلص فيها انا يعني كنمتع وكنتمتع مخلص جوج مرات مخلص في فيرمون في عشار ومخلص واحد لو بليزير ديالك ديال انه سميتك كتكبر ورجعت لرضوان الصغير اللي كان في الجبل ما عرفش اش باغي يكون كنت كنقول رضوان كنتي في الشكل ما كيعجبكش في محل الدراري الاخرين قلت له شي شوف نكمل في هاد الطريق وندوزو بها واش دابا رضوان كيسوى شي حاجه واش زوين واش مزويج واش واش داكشي اللي كيخدم مزيان ما سوقيش انا المهم كنديرو كيعجبني وكنديرو كنتخلص عليه وكنستافز ليه الناس المهم كنستافز صراحه الهوايه الاولى ديالي هي الاستفزاز كنحمق نشوف شي واحد اما استفزه ايجابيا كيعجبو الحال اما استفز سلبيا وانا ذاك السنه اللي كيعجبني الحال هذا نصيحتي لكم نتوما دابا باقيين وريضه الطريق لا استفزوا راسكم هي الاولى ما عمرك تقول انا راه زوين والناس الاخرين خايبين الشيء اللي قالك انت خايب قول لي اه ايجا سو اللي قال لك انت ما خيبتكش قول لي اه اي جاسو ما عمرك تخلي شي حد يرزقك ما عمرك دير شي حاجه باش يرضى عليك شي حد حيت الا ما راضيش عليك خاطرك ما راضيش عليك راسك وما راضيش عليك قلبك توصل في الموصل غتبقى دائما خاضع للناس وغتكون واحد من الناس تابع جيرانا من نفس كيف يقولوا حسين مالوالو انا اللي نصحكم به فلان ما يكونش بحال فلان هذا ناجح عمر المستقيم ناجح ناخذ اكزومبل ماشي باش نكون بحالو حيت ما عمرني نكون بحالو فوتوكوبي ما عمرها تكون بحال بحال النسخ غنكون بحال الرمضاني ما عمرني غنكون بحال الرمضاني واخا الرمضاني باندي خايب يصور ماشي صوبي ولكن ما عمرني نقدر نكون بحالو ما نقلدوش وما نديرش حاجه اللي ما كتعجبنيش الله يجزيك انا عارف ما تخرجوا وتقلبوا الخدمه الانسان كيبيع مصاريف كيبيع وضعيه كيبيع استقرار كيبيع عائله كيبيع بزاف ديال الامور هذه ممكنه في واحد الفتره معينه انا عندي 3 سنين 4 سنين ولكن اتنسون تغرقوا في هذا المود ديال انا خدام انا عندي رقم تاجيل في التعليم انا عندي هذه الاعمال ماشي نقول كل شيء غيكون مبتكر وكل شيء مكتشف وكل شيء باحث وكل شيء لا
غير الخدمات اللي كنديرها نحاول ما امكن نكون فنان فيها كتعجبني نحاول نقولها راه اللي ما عجبهاش خدمته واش شي حاجه نشوف شي واحد ما عجبوش جاوبني راه في الخدمه غتعيش مع ناس اكثر ما غاتعيش مع غيرك مع اللي في الفصول دابا والخدمه اليسونس راه تقدر تعيش في دارك وانت عايش تخدم قول اش بغيت انا نكون خاص كل واحد غير مجهود باختلاف المستويات انه يخلق سميتو ترجع ماركه ترجع ماركه بحال اللي كيدير الصابون كيدير الزيت كيدير الشامبوان كيدير الحليب وكاين كاين ماركه ديال بنادم واسلوبه كيفاش كيفكر كيفاش كيدافع على افكاره وانا الحمد لله اش قلت انا هوايتي الاستفزاز كيعجبني كنحتافل وكنعرف كنحس بانني كنتعلم اكثر واكثر واكثر وكنتقنوا لانه ما عمرو غادي يكون بحال اخرين حتى في تفكيره ملي كنشوف يمكن اللي تبعني في لابيزو سوسو غادي يلاحظ هذه القضيه المجاهده ها المراه كيمشي لها عكسي علاش ماشي هكا اذا ما ضد خالف تعرف كيف يعتبر البحر لا لانه ملي كتكون خارج من الجمع كتكون عندك الفرصة أنك كتنتقل أنك كتشوف واحد العين واحدة أخرى أنك كتشوف أمور قريبة أكثر أما ملي كتكون وسط الجماعة أنا خارج من الجماعة كنشوفكم مزيان جالسين حدا بعضياتكم لو شون فيزيوال ديالك كيكون ضيق ماشي كنقول لكم ديما كونوا عكسيين لا غير حاولوا في حياتكم باش ديفلوبي شخصيتك ما ناخدش الافكار بحال اللي كنشري واحد لو برودوي اونباري مقاد شويه ديال لاكريتيك راه مع عائلتك مع صاحبك مع صاحبك مع خوك مع رجلك مع والديك لاكريتيك مهمه فين تقدر تبني شخصيتك ملي كتوصل لمستوى تقول ما كناخدش اي حاجه على انها ابخوند واليسي هادشي كاين عكس خدمتك بالعكس على نفسيتك عشان كنحس براسي مرتاح والله العظيم يا زعما انا اكثر واحد كيتسب في المغرب ولكن اكثر واحد مرتاح اتونسيون اللي يشكروك بزاف راه اتونسيون اللهم يسبوك تقول عليك ذنوب عليهم ولا يشكروك تقول يقني الغرور مع العلم انه كنحاول نركب في راسي الغرور مع راسي ماشي في علاقتي مع الناس الشخصيه اللي بنيتيهاش الداخل ديالك بحال كتشوف ان طابلو ياك ملي كتدخل لدارك كلكم عندك بزاف الناس عندك المال في الحويجات تبقى دير سكين بون واخا اغلب الناس دابا كيخلي داك الشيء مخربق ماشي مشكل شخصيتك هذيك خصها تكون واحد البلاكار في بزاف ديال الافكار مستفيد مقادي ماشي كل نهار كنتسنى اشنو غيعطوني الاخرين راه ما كاينش كاين باش ينجح في خدمتك شنو المعيار ديال النجاح في الخدمه اما صالح غادي نشوفها في الاول حيت صالح شوف مادام انت صراحي ما عمرك غادير الفلوس غادي نقولها قاعده حيت اللي كتخلص 3000 درهم واللي كتخلص 3000 درهم شنو الفرق بيناتهم هذا اللي كيشرب قهوه 7 درهم ونص مو 30000 درهم كيشربها ب 25 درهم راه في نهاية المطاف كنكونسوميو نفس الحاجة كنعيشو بنفس المستوى غير واحد كيشريها رخيصة وواحد كيشريها مالية في نهاية المطاف من 3000 درهم كياخد دايما القراية في الدار ومن 30000 درهم كيتصحابو كدا شي حاجة زوينة من شي حدا مبرر إذا المعيار النجاح في الخدمة ماشي هو شحال كنخلص هو كيفاش كندير ديك الخدمة واش خليت لاتخاص واش خليت العجاجة ولا غاليز انا من اللي كيعجبني في العجاجه ما عندي ما ندير بطبيعتي غنحاول نبقى هكا تنمو ولكن في نفس الوقت باش نسالي 49 ثانية المهم هو كل مرة يجلس مع راسو يحاول يكتشف ذاته شنو كيعرف يدير خش كيعرف يخدم شنو كيعرف يدير
انا كنت في شحال حاجه ما كنتش سمعت لا كنعرف نديرو وكنقول شكرا بزاف للناس اللي عطاوني الفرصه ندير شي حوايج ما كنعرفهمش دوك باش نسالي بغيت نقول الوالد السي علي الله يجازيه بالخير هو اللي عطاني 250 درهم باش جيت للرباط ندوز الكونكور ديال ليزيك مع العالي.